تحت الرعاية الثانية للسيدة وزير الثقافة والفنون وإشراف السيدة والي ولاية قلما، نظمت محافظة المهرجان الثقافي المحلي تزامن مع نصف شهر طفل من 1 إلى 15 جوان بفضاء دار الثقافة عبد المجيد الشافعي. نظمت المهرجان الثقافي المحلي تحت عنوان قراءة في احتفال. ضم هذا المهرجان مجموعة ورشات مخصصة لأنشطة الطفل وبتأطير من أندية وجمعيات مشاركة، كلها تحت إشراف محافظة المهرجان السيدة عفيفة مسعودة. كيف بدنا نبيع الفطيرة اللي بتاكل الفضلات؟ والشيء اللي يبقى هذا الكل يزيد يترسب لتحت، تبقى الطبقة الفوقانية تاعنا نظيفة. فاهمين؟ على هذيك نسميهم أحواض الترشيد. جمعية حماية البيئة وتهيئة الإقليم لولاية قلما الكوكب الأزرق شاركت اليوم في ورشة في إطار مهرجان القراءة في احتفال وتزامن مع عيد الطفولة الذي أقامته دار الثقافة على مدار 15 يوم. شاركنا اليوم بورشة في مجال البيئة حول إعادة تدوير البلاستيك، تكلمنا عن فوائد إعادة التدوير، عن مزاياه، بل أخذنا عهد على أنفسنا أن تكون كامل أيام السنة عيد بالنسبة لأطفالنا حتى نغرس فيهم الثقافة البيئية من أجل مواطن صالح في المستقبل. الحق للمعجم والتركيز على اللغة العربية، خاصة قراءة الكتب باللغة العربية وليس الكتب الأجنبية. نشارك في مهرجان القراءة من ولاية قلما، القراءة التي نحيا بوجودها، القراءة التي تعتبر همزة وصل بين الشعوب وبين ثقافات العالم. جئتكم في إطار مشروع تحدي القراءة العربية تحت الرعاية الثانية للإمارات العربية. هذه المسابقة التي أحيت اللغة العربية وأحيت الكتاب في جميع المجالات، الكتاب العربي، اللغة العربية. وبدورها دار الثقافة عبد المجيد الشافعي نظمت عدة أنشطة بهذه المناسبة بالتنسيق مع فرق وجمعيات وأندية محلية ووطنية.